برنوث بايسوناكس. في الأماكن الأكبر والأوسع يتم استخدام جرافات عملاقة للتخلص من هذه الكميات الكبيرة من الثلج. وعلى سبيل المثال، هذه المركبة الضخمة التي من خلالها يتم جرف كميات كبيرة جدا من الثلج بهذا الشكل في أقل وقت ممكن. ريموي بيك فلوت E22. في بعض الأحيان يحتاج العمال إلى بعض المركبات التي تستطيع العمل فوق المياه مع الحفاظ على جميع وظائفها والالتفاف بزاوية 360 درجة للعمل في كل مكان بكل سهولة وإنهاء المهام المطلوبة منها. وكما هو واضح أمامك في هذا المقطع، تستطيع هذه المركبة القيام بعمل كل هذه الأشياء التي تسهل على العمال إنجاز الأعمال المطلوبة منهم بكل سهولة. موتو سنوبورد. لن تحتاج إلى رخصة لقيادة هذه الدراجة على الثلج، كما أنها سهلة التعلم، حيث يمكن للشخص تعلم كيفية استخدامها وإتقانها خلال 3 أو 4 رحلات فقط على الثلج. يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. لديها محرك كهربائي بقوة تصل إلى 8 أحصنة، وسعر هذا المنتج يصل إلى 1000 دولار. DIY Tracked Vehicle. تم تصميم وصناعة هذه الشاحنة في كندا، وتحتوي على منصة لركاب وكابينة للسائق مرتفعتان للغاية. ويتم استخدام هذه الشاحنة لكي تكون قادرة على التحرك على هذه الطرق الوعرة والغير ممهدة لنقل الركاب، وتجد أمامك كيف أن هذه الشاحنة قادرة على التحرك بكل سهولة. T1H3 هليكوبتر تاج. في محاولة لتطوير وسائل النقل الطائرات الهليكوبتر، تم اختراع هذه الحاملات الصغيرة في الحجم، ولكنها عملاقة وهائلة لدرجة أنها تستطيع حمل أوزان تصل إلى 3.6 طن بالكامل. ومن ثم تستطيع نقل هذه الطائرة وحملها بهذا الشكل المدهش. ومقابل هذا يقال إن سعرها يصل إلى 26,000 دولار. ألتوس DRX. تستخدم هذه المركبة في جز العشبة، وهي فعالة للغاية، ويمكنها التحرك بسرعات تصل حتى 18 كيلومتر في الساعة، ولكن يقال إن سعر هذه المركبة يصل إلى 1700 دولار. ومن المؤكد أنه يحتاج إليها الكثير من الأشخاص الذين يعملون في المناطق الزراعية. كانام أباتشي تراكس. من خلال استخدام هذه المركبة يمكن للشخص التنقل بسرعات كبيرة جدا على الثلج، حيث إنها مصنوعة بارتفاع حوالي 40 سنتيمتر من على سطح الأرض، وهذه العجلة الخارقة تجعلها قادرة على التحرك على الثلج بكل سهولة، ويصل سعر هذه المركبة إلى 7250 دولارا. سنو ريبر. هذا الاختراع الذي تراه أمامك هو في الأساس عبارة عن مركبة يمكنها التحرك على المسطحات الثلجية بكل سهولة، بحيث يمكنك الاستمتاع بهذه التجربة من خلال هذه المركبة، ويمكنك نقلها وتحريكها معك داخل السيارة بهذا الشكل. بوليرس باتريوت 9R. لو كنت من الأشخاص الذين يفضلون ركوب الدراجات والتحرك بسرعة كبيرة على البر، يمكنك الاستعانة بهذه الدراجة الفريدة من نوعها والتي تستطيع التحرك بسرعات كبيرة عبر الثلوج العميقة، وذلك بفضل تصميمها الفريد الذي يمكنها من القيام بعمل هذا الشيء. ولكن في المقابل سيتوجب عليك دفع مبلغ 16,200 دولار. هيدروتراك أمفابيوس D2488B. في بعض الأحيان يحتاج العمال إلى مركبات مائية، حيث إن هذه المركبات تستطيع التحرك على البر وفي المياه، وذلك للقيام ببعض المهام المطلوبة التي يكون من الصعب على المركبات الأخرى القيام بها في ظل هذه الظروف. DOCYKE Tracked Motorcycle. لعشاق الدراجات، استطاع مجموعة من العلماء ابتكار هذه الدراجة التي تستطيع التحرك على الطرق الغير ممهدة بكل سهولة بفضل هذه العجلات المختلفة والتي تمكنها من القيام بعمل هذا الشيء بكل سهولة. ويقال إن السرعة التي تتحرك بها هذه المركبة قادرة على التحرك بسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة. سيني جاك إلكتريك سكوتر. هذا السكوتر الكهربائي مخصص بالاستخدام على الثلج، ويمكنك إتقان استخدامه في خلال 5 دقائق فقط، ويمكنه التحرك على هذا الثلج بعمق يصل إلى 40 سنتيمتر، ويتسلق منحدرات بزاوية 20 درجة. ويمكن صناعة هذا السكوتر وإضافة الكثير من الخصائص المميزة لك، ويقال إن سعره لن يقل عن 3600 دولار. تشاكر سنوكات.
هي واحدة من الشاحنات الثلجية العملاقة التي تستطيع النقل ما بين 8 إلى 15 راكب، كما أن المحرك الخاص بها بقوة 173 حصانا، كما أنها تم تصنيعها بالكثير من المميزات الأخرى مثل إضاءة الليد ونظام التدفئة ونظام تسخين الوقود، وذلك لأنها تعمل في مناطق درجات الحرارة فيها منخفضة للغاية. موبيل لانشر. تمتلك وكالة ناسا هذه الشاحنة العملاق التي يقال إنها قادرة على حمل أوزان ثقيلة للغاية والتحرك بها من مكان إلى آخر، حيث إنها تستطيع حمل أوزان تصل إلى حوالي 6000 طن، مما يعني أنها مثيرة للإعجاب للغاية، حيث إنها يجب أن تكون بهذه القوة الخارقة لكي تكون قادرة على حمل أجزاء الصواريخ العملاقة ونقلها من مكان إلى آخر كما هو واضح أمامك. سنايك موتو سنوبورد. هذا الاختراع الذي تراه أمامك هو عبارة عن لوح تزلج الذي يتم استخدامه على الجليد، ويقال إن سرعته من الممكن أن تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، وذلك بفضل المحرك الخاص به الذي يصل قوته إلى 8 أحصنة، ويمكنه أيضا سحب مقطورة وزنها يصل إلى 100 كيلوغرام، وهذا ما يجعل هذا الاختراع رائع في رحلات الصيد أو أي نوع من المغامرات الخارجية الأخرى. رويال IHC هايتراك جاتر. تستخدم هذه المركبة العملاقة لوضع الكابلات في المياه الضحلة، وذلك بفضل مساراتها التي يبلغ عرضها 41.5 متر، ولديها نظام تسوية ذاتي، ويمكنها السير على المنحدرات حتى 20 درجة، ولهذا يفضل الكثير من العمال استخدامها بفضل مميزاتها الرائعة وقدراتها الفريدة من نوعها. إبايكسرون. هذا التصميم الفريد من نوعه لهذه الدراجة يمكنك من خلاله إضافة هذا المزلاج في الأمام حتى تستطيع التزحلق على الجليد مع هذا الشكل المدهش بسرعة تكاد تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة، مما يعني أنه من خلالها ستستطيع الخوض في تجربة ممتعة. إيكروفر تراكت ولتشير. هذا الاختراع عبارة عن كرسي متحرك بهذا الشكل على عكس الطريقة التقليدية، ويستطيع أن يحمل وزنا يصل إلى 125 كيلوغرام. له القدرة على التحرك في مختلف التضاريس الغير ممهدة مثل الغابات والشواطئ، ويوفر الراحة لجميع الأشخاص الذين يجلسون عليه، مع الكثير من المميزات الأخرى مثل إضاءة مسند الرأس وحاملات الأكواب. TG126609 لينكور. هذه الشاحنة الخارقة لها القدرة على التحرك على البر وفي المياه بسرعات كبيرة، حيث إنها لديها محرك بقوة 300 حصان وتصل إلى سرعة قصوى حوالي 60 كيلومتر في الساعة، كما أنها قوية للغاية لدرجة أنها قادرة على حمل أوزان تصل إلى 6.50 طن بالكامل، وهذا ما يجعل سعرها باهظ الثمن حيث يصل إلى 150,400 دولار، ولكن في المقابل يحصل من يشتريها على شاحنة يمكنها السير على أي طريق مهما كان. شوكار. تستطيع هذه المركبة التحرك على الجليد وجر العربات الأخرى خلفها بسرعة تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أن أي شخص يركبها تعبر عن خوض تجربة لا مثيل لها، وذلك بفضل تصميمها الفريد من نوعه وسعرها الذي يصل 1447 دولارا. تينجر تراك 2. هذه المركبة الشاملة تستطيع نقل 5 أشخاص وتعمل على مختلف المسطحات والتضاريس، حيث إنها تعمل كمركبة ثلجية وجرار ومركبة بر مائية ومركبة رباعية الدفع وعربة للتحرك على التضاريس والمستنقعات المختلفة والمتنوعة. DOCYKE تانك. استطاع هؤلاء العلماء أيضا ابتكار هذه الدراجة التي لها القدرة على التحرك على المسطحات الثلجية، وتستطيع حمل أوزان تصل إلى 80 كيلوغرام، وتعمل بمحركين كهربائيين بقوة 400 وات. ميجر بين. هذه المركبة التي تراها أمامك لديها أسلوب فريد من نوعه، حيث إنها عبارة عن هيكل مركبة مدرعة لنصف شاحنة، كما أنها لديها محرك ضخم بقوة 1200 حصان، مما يعني أنها قوية للغاية وقادرة على القيام بالكثير من المهام الصعبة، وهذا الأسلوب الفريد من نوعه الذي يجعلها مجنزرة يمكنها من التحرك على مختلف التضاريس والقيام بالكثير من المناورات بسهولة كبيرة جداً. فينوم MS.
هذه المركبة الأخرى تعمل كساحة للثلج، حيث إنها تعمل بالكهرباء ويتم استخدامها من قبل الكثير من الأشخاص في المناطق التي تحتوي على كميات كبيرة من الثلج باستمرار حتى يتم التخلص من هذا الثلج وإزاحته من على الطرقات. ويقال إن سعر هذا الجهاز يصل إلى 22,266 دولارا. تيكر كاتن سنوكات. يقال إن هذا النوع من المركبات التي تسير على الثلج بكل سهولة تم إنتاجها عام 1957، ولا يزال الكثير منها يعمل حتى هذا اليوم، ولديها محرك بقوة 32 حصان، وتتميز بهذا الحجم الصغير مع هذا المحرك القوي، مما يعني أنها قادرة على التحرك على مختلف المنحدرات وفي الأماكن الضيقة بكل سهولة، ولهذا فهي تنال إعجاب الكثير من المستخدمين لخوض تجربة لا مثيل لها. Ultimate Outdoor Vehicle. لو كنت من الأشخاص الذين يفضلون صيد الأسماك في المناطق الثلجية، يمكنك استخدام هذه المركبة التي من خلالها تستطيع صيد الأسماك مع 3 أشخاص، حيث إنها تحتوي على الكثير من المميزات التي تمكنك من القيام بعمل هذا الشيء والتحرك بكل سهولة على المسطحات الثلجية. Croclift. هذا الاختراع الرائع لديه مميزات رائعة جدا، يستطيع من خلالها القيام بعمل مهام صعبة وهامة للغاية، حيث إنه يستطيع نقل المركبات المائية من المياه إلى البر بهذا الشكل وبحمل أوزان تصل إلى 160 طن بالكامل، مما يعني أنه يوفر عملية نقل سهلة وممتعة في رؤيتها، ولكن في المقابل يأتي بسعر باهظ الثمن حوالي 12,750 دولار. ما هي أكثر مركبة نالت إعجابك اليوم في هذا المقطع؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصل لك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.